الدرجات الهندسية المتعلقة بالمعادلات التفاضلية من الرتبة الرابعة عديدة جدا، نأخذ منها salt solutions ونأخذ flow of water through orifices ونأخذ أمثلة وتطبيقات حولها وتطبيقات المعادلات التفاضلية على قانون نيوتن للتبريد Newton's law of cooling ونأخذ fluid mechanics. هذه كلها عبارة عن تطبيقات للمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى، بالإضافة إلى mechanical problems والمتعلقة بقانون الحركة، وكذلك تطبيقات أخرى للمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى لل suspension cables. وهذه أهم التطبيقات الهندسية التي سوف نتعلمها خلال هذا الفصل. نبدأ بأول تطبيق للمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى، وهو تطبيقات salt solutions أو salt solutions، وهي عبارة عن المحاليل الملحية. نأخذ التطبيق الأول أو المثال الأول حول هذا الموضوع. طبعا a tank is initially filled with 100 gallon of salt solution. خزان ممتلئ ابتدائيا initially، عندما نسمع أو نرى كلمة initially هذا مقصود ب at time equals zero. مجرد أنه تسمع كلمة initial or initially that is to say time equals zero، بمعنى أن هذا الخزان بدءا كان معبأ ب 100 جالون من salt solution من محلول ملحي containing 1 pound of salt per gallon، يعني كل جالون يحوي على باوند واحد من الملح. فبالتالي من خلال هذه المعلومة، إذا عندنا 100 جالون وكل جالون يحوي على باوند واحد من الملح، فمعناته أنه كمية الملح الإجمالية معلومة الآن هي عبارة عن 100 باوند، لأنه المحلول الملحي 100 جالون، كل جالون ب 1 pound of salt، معناته كم مقدار الملح الكلي في الخزان؟ معناته 100، أوكي؟ لأن عندي باوند واحد لكل جالون، وأنا عندي 100 جالون، معناته عندنا 100 pound of salt. Fresh brine محلول ملحي containing 2 pound of salt per gallon. ضفنا محلول ملحي rate 5 gallon per minute، 2 pound of salt per gallon runs into the tank of the rate 5 gallon per minute. الريت اللي ضفنا بها المحلول الملحي 5 جالون لكل دقيقة، والكمية المحلول الملحي كانت 2 pound لكل جالون of salt. And the mixture assumed to be kept uniform by stirring. طبعا هنا كان عندنا محلول ملحي، وضفنا هذا المحلول الملحي الثاني بريت 5 جالون per minute، فبالتالي تم خلط الميكستشر، تم خلط الميكس القديم مع الجديد by stirring. Runs out the same rate، خرجت نفس الريت، إذا هي الريت كانت 5 جالون per minute، الريت اللي خرجت 5 جالون per minute نفس الريت، لكن كمية الملح الخارجة ما نعرفها جيد. طبعا كمية الملح الابتدائية هي 100 جالون سبق ذكرنا، ضفنا كمية ملح إضافية معناته كمية الملح الإجمالية الكلية اللي خرجت من عندها ما نعرف كم مقدار خروجها، كمية الملح اللي خرجت، لكن الريت معلومة 5 جالون per minute. Runs out the same rate.
اللي خرج نفس الريت اللي دخل فيه، 5 جنون يكون من الريت اللي دخل، و5 جنون يكون من الريت الخروج. Find the amount of the salt in the tank at any time. احسب من نقم كمية الملح الموجودة في الخزان لكل فترة زمنية time، يعني معادلة التغير الملح مع مرور الوقت. And determine how long it will take for this amount to reach 150 pounds. يريد كم مقدار الفترة الزمنية التي من خلالها تصبح كمية الملح أو تصل كمية الملح إلى 150 pounds. أوكي، إذا هذا النوع من التطبيقات هو خاص للمعادلات التفاضلية من الرتبة الأولى. السبب لأنه كمية الملح أو مقدار التغير في كمية الملح مع الزمن، إذا افترضنا أن كمية الملح بس، فمقدار التغير في كمية الملح مع الزمن هي ds over dt. فالقانون الخاص بهذا النوع من التطبيقات أنه كتغير الزمني كمية الملح ds over dt يساوينا كمية الملح الداخل للخزان ناقص كمية الملح الخارجة، بمعنى آخر احنا نسميه qn ناقص qout، يعني ds over dt يساوينا qn ناقص qout. هذا هو المعادلة التي من خلالها يمكن عمل الموديل الرياضي، يعني الموديل يعني ماثيماتيكال موديل، يعني نحول المسألة الهندسية إلى معادلة تفاضلية. هتكون هذه المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى، وبالتالي نحلها بالطرق التقليدية الأربعة أو إحدى الطرق التقليدية الأربعة اللي تعلمناها في المحاضرات السابقة. إذن solution let S as method the amount of salt in tank at any time بوحدات الباوند، يعني الاس افترضنا انه الاس هو مقدار كمية الملح الموجودة في الخزان لكل فترة زمنية، s as a function of t. ds over dt هو rate at which s is changing، ds over dt هي كمية الملح التي تتغير مع الزمن. هذا هو اللي يساوي لنا دي اس اوفر دي تي وكيو ان ناقص كيو اوت، يعني كمية الملح الداخل ناقص كمية الملح الخارج. إذن دي اس اوفر دي تي is equal to the rate at which salt is entering in the tank minus the rate at which salt is leaving the tank. فإنه كمية دي اس اوفر دي تي وكمية النسبة الملح الداخل الخزان مطروحا منه ماينس مطروحا منه كمية الملح الخارجة من الخزان. طبعا لو تنتبه الى وحدات الدي اس اوفر دي تي، الاس هو بوحدات الباوند والاس والتي بوحدات المينت، فدي اس اوفر دي تي عباره عن باوند بير مينت، هاي الوحدات باوند بير مينت. فاذا يجب ان تكون ما دام الدي اس اوفر دي تي هو باوند بير مينت، فيجب ان تكون المعادله متجانسه، يعني الكيو ان كميه الملح او نسبه الملح الداخله يجب ان تكون ايضا باوند بير مينت، والخارجه ليفينج ايضا باوند بير مينت. اوكي، هسه لو نجي نستخرج كمية الملح الداخلة إلى الخزان، the rate at which salt enters the tank، اللي داخل الخزان هذه هي اللي دخلت عبارة عن 5 gallons per minute، 5 gallons per minute هذا rate 5 gallons per minute في 2 pounds per gallon، 2 pounds per gallon جت تطلع. شوف هنا نشوف الوحدات، جالون يقتصر مع جالون، شوف عندنا pound per minute، pound per minute اللي هي مقدار التغير pound per minute، s pound time هو minutes. إذا 5 × 2 = 10 pound per minute، هذا شو تمثل لك؟ تمثل كمية ال الريت الداخلة إلى الخزان. أما الريت الخارجة من الخزان هي 5 gallons per minute في منو؟ 5 gallons per minute في كمية الملح الخارجة اللي ما نعرف ايش قد كمية الملح الخارجة، ما نعرف ايش قد، لأنه أساسا كمية الملح الإجمالية كانت 100 pounds، إذا تذكروها 100 pounds كمية الملح الإجمالية، ودخلنا نسبة من الملح إضافية فصارت 100 وجزء. مقدار الخروج ما نعرف كم مقدار الخروج، فرحنا فرضه S لأن الأس هي كمية الملح الخارجة، فخمسة جالون بير مينت في S، S وحداتها pound، هذا جزء من حجم الخزان 100 جالون، فنصير S على 100، فبالتالي جالون يطرح مع جالون وتبقى الوحدات pound per minute اللي هو شنو دي.